أسعد الله أوقاتكم بكل خير. قصص كثيرة يتشاركها اليمنيون خارج أوطانهم، تتنوع هذه القصص بين الكفاح والنجاح وبمحطات مختلفة، ويبذلون جهوداً كثيرة ليثبتوا ذواتهم ويحققوا نجاحات، ويتنافسون على جوائز ومراكز أولى، ويثبتون للجميع أن اليمن ولادة للمواهب رغم الحرب، إلا أن الشباب كل يوم يتقدم وبمجالات مختلفة. أهلاً بكم. نتحدث اليوم عن ريشة ناطقة وثقت كثيراً من اللحظات التاريخية، ومثلت المجتمع اليمني بعاداته وتقاليده وتفاصيل حياته اليومية. هذه الريشة حازت على جائزة أفضل عمل تشكيلي في معرض رؤى عربية 2030 ضمن أفضل 10 أعمال، وحازت على المركز الخامس في مسابقة ومعرض الشمرية الدولي للفن التشكيلي للعام 2019. نستضيف اليوم الفنان التشكيلي ردفان المحمدي لنأخذكم بجولة لمرسمه ونتعرف على آخر أعماله ونتحدث أيضاً عن مشاركاته. ابقوا معنا. سعيدين جداً بلقائنا معك لهذا اليوم يا ردفان. طبعاً إحنا أسعد أنكم اليوم في مرسمي، في مرسمي المتواضع طبعاً. إحنا أسعد طبعاً. تفاصيل المكان وجماله ولمساته الفنية لفنان تشكيلي، كيف كونت الثروة الفنية هذه؟ أنا طبعاً بدايتي في الرسم صدفة في عام 2000، دخلت قسم الفنون الجميلة، بس قبلها كنت طبعاً حابب أن أدخل قسم آخر لأنه كان القسم الوحيد اللي بيستقبل الطلاب، فجربت فحبيت الرسم وقررت أن أنا أكمل. لكن طبعا كبداية حقيقية في الرسم هي كانت في عام 2007، أول ما بدأت أتعلم من جديد على يد الفنان الراحل هاشم علي. هناك حتى بدأت تجربتي الفنية تنضج بشكل أكبر، وكان تقريبا على نهاية 2007 خرجت بلوحتين، أعتقد أو من خلال ما قاله أستاذي من خلال ما شفته أنه هذول العملين كانوا أكثر نضج عن أعمالي السابقة. بعد كذا جت 2008 وكانت سنة إنتاج كبير للعمل الفنية حتى عام 2009. فهنا أقدر أقول أنه بدايتي كانت من عام 2009، ولأنه تقريبا افتتاحت بيوت الفن في جميع المحافظات أو في أغلب المحافظات من ضمنها بيت الفن تعز، فكان المكان مهيأ أن احنا قادرين نرسم، نلتقي مجموعة من الفنانين، نقعد أيضا برضكم مع أستاذنا هاشم علي ومع أستاذ أيضا عبد الغني ومع كثير من الزملاء من يكبروني في السن وفي المكان الفنية، وزملاء آخرين أيضاً برضو كان بنفس المستوى. وهنا طبعاً بدأت التجربة الفنية تنضج بشكل أفضل وأفضل، هذا بداية في بيت الفن تعز. جميل يا ردفان. طبعاً ردفان أنت شاركت في كثير من المعارض وذاع صيتك بأعمال فنية كثيرة جداً، لو تحكي لي كيف حققت هذا النجاح؟ هو طبعاً دائماً المجتمعات اليمنية وغالباً برضو كمان لو رأيت وراء قصة كل فنان حتلاقي أنه في قصص كثيرة، يا اما في فنان طبعا اكيد وهذول نادرين اللي يتم تشجيعهم من الاسر، وفي فنانين تقريبا لا بيعانوا كثير جدا في هذه الامور. انا من الفنانين طبعا كان التشجيع هو انه خذ حريتك الكامله، حابب تشتغل في الفن، حابب تعمل اي حاجه، هذا شيء يخصك. يعانوا لو بقاطعك يعانوا في كثير من الامور، من اي ناحيه يعني؟ من ناحيه انه برضه كان ممانعه الاهالي في ممارسه الفن للابناء. فكثير من الرسامين طبعا كان عندهم هذه الاشكاليات. لا انا الحمد لله كنت محظوظ انه في عندي اسره، لا عادي مش هقول انه طبعا كانوا مشجعين بشكل اساسي، وانما على الاقل فكره انه لا هذه حريتك الشخصيه، شوف ايش اللي حيناسبك، المهم انك
على الأقل يكون في عندك وظيفة مؤمنة تؤمن حياتك. يعني دعم ومساندة أهلك لك حققت برضو جانب كبير من نجاحك. بالضبط. فأنا طبعا كنت عايش برضو كمان في تعز، أسرتي في القرية لكن أنا كنت في تعز، واللي خلاني برضو كمان أنا يعني أنهمك مع الفن التشكيلي بشكل كبير جدا، أنه هيئت أيضا بيوت الفن لاستقبال الفنانين، فكنت أنا داخل بيت الفن يعني بنام وبرسم وبقعد مع الأصدقاء، فهذا اللي خلانا أنه أنطلق بشكل أكبر. جميل يا ردفان، انطلقت بشكل أكبر وما شاء الله شايفين لوحات جدا جميلة، بنتكلم عن تفاصيلها أكثر في هذا اللقاء. بالتأكيد. فيعني حتى برضو كمان أضيف لكلامي، بعد كذا طبعا يعني شاركت في معارض، أقدر أقول أنه كان أول معرض في عام 2004 أيام ما كنت أنا طالب في المعهد المهني سنة ثالث، كان ضمن صنعاء أسماء الثقافة العربية، كان هذا يعتبر عفوا ثاني معرض. في عام 2003 كان معرض في مدرسة الشعب في تعز أيضا. بعد كذا طبعا تولت كثير من المعارض، تقريبا شاركت في 50 معرض تشكيلي في اليمن ما بين محافظة تعز ومحافظة إبو ومحافظة صنعاء وأيضا محافظة عدن، نعم 4 محافظات. بعد كذا طبعا لما انتقلت إلى مصر، أو حتى قبل ما أنتقل إلى مصر طبعا شاركت في عدة معارض دولية، وبعدين بعد ما انتقلت إلى مصر شاركت في معارض كثيرة، يظل تقريبا حتى الآن لدي أكثر من 45 معرض دولي. جميل. طيب آخر معرض أنت شاركت فيه؟ هو في الحقيقة كانوا معرضين تقريبا في نفس التوقيت. معرض طبعا كنت أنا المنسق له في جامعة الدول العربية، هو معرض اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، كنا مشاركين فيه تقريبا 10 دول عربية بإجمالي 29 فنان وفنانة تشكيلية. وفي معرض آخر كان ضمن العلاقات يعني بمناسبة اليوم الوطني المجيد لسلطنة عمان، وكذلك مرور 50 عام على العلاقات المصرية العمانية، كان أيضا هذا كله في نفس التاريخ، يعني معرض جامعة الدول كان في يوم 29 ومعرض العلاقات المصرية العمانية كان في يوم 28، فكانوا في نفس الشهر وفي نفس الأسبوع. أنت الآن رئيس للمنتدى العربي للفنون التشكيلية، لو تطرق لي إلى هذا الجانب أو لو تحكي لي عن هذا الجانب. طبعا أنا في عام 2009 عينت كمدير بيت الفن في تعز، وفي عام 2012 أقلت أيضا من الإدارة، فبالتالي كان علي أن أنا أبدأ الآن أفكر في مشروع خاص فيني أنا، فانتقلت إلى صنعاء وبدأت فكرة المنتدى، وبالفعل طبعا أسست المنتدى العربي في 1 يناير 2013. كان في البداية طبعا عبارة عن منتدى يتخصص أو متخصص في الفن التشكيلي، في مكان عملته في شارع مجاهد، بعد كده طبعا انتقلت إلى جولة الرويشة بمساحة أكبر وأوسع. في عام 2015 طبعا أثناء ما بدأت الحرب في اليمن، تقريبا أغلب المؤسسات أغلقت بسبب الحرب، إلا أنه إحنا كان بالنسبة لنا الأمر مختلف تماما. إحنا انطلقنا في 2015 بشكل أكبر، صحيح أنه طبعا من ضمن المؤسسات اللي أغلقت لفترة مؤقتة، إلا أنه طبعا كنوع من الاستمرارية الحياة أنه لازم نكون متواجدين في الساحة الفنية. إحنا الآن مهمتنا بشكل كبير جدا عكس ما كان أيام الاستقرار، في أيام الاستقرار، لأنه في الحرب دائما الفنون بتعمل على سياق حديثك عن الحرب يا ردفان. طيب أحكي لي أنه هل الحرب أثرت على الإنتاج الفني للفنون التشكيلية؟ هي ما أثرت على الإنتاج، ربما يكون تعداد الفنانين زاد أكثر، إلا أنه مثلا أثرت بشكل آخر. ما هو طبعا في إيجابيات في سلبيات. الإيجابيات مثلا أنه عدد من الفنانين طبعا حب أنهم يعبروا عن الحرب ويتعلموا الرسم أثناء الحرب كنوع من التنفيس عن النفس، أيضا برضو نوع برضو كمان من نقدر نقول الفن بيعطي نوع من الارتياح النفسي، وبالتالي كثير من الآباء أو كثير حتى من الأشخاص تعلموا الفن أو خلوا أو علموا أبنائهم الرسم، فبالتالي هنا ازداد عدد الفنانين في تلك الفترة. كذلك كثير من الفنانين برضو كمان تناول الحرب من خلال لوحاتهم، فبالتالي كانت العدد أكبر وأكثر. لكن المعارض التشكيلية تضررت بشكل كبير جدا، المبيعات للفنانين برضو كمان تضررت بشكل كبير جدا، لأنه كان الفنان مثلا معتمد على السياحة، معتمد أيضا برضو على رجال الأعمال اللي بيشتروا الأعمال، فتظل اللوحة بالنسبة لرجل الأعمال لأي إنسان بشكل عام هي شيء ثنائي مش أساسي، فبالتالي متى ما جاءت الحرب يبقى الإنسان بيفكر دائما بالإيش؟ بالأساسيات اللي هي اللقمة، صحيح، الماء، الأشياء هذه كلها. صحيح. فهنا نظن نقول أنه هذا كان التأثير السلبي، ومع ذلك برضو بشكل آخر لبعض الفنانين كانت لها إيجابيات كثيرة. إيش الإيجابيات بالضبط؟ أنه بدأوا الناس بالفعل بيتواصلوا مع
قنوات تسويقية أخرى، بمعنى أنه الآن ليش ما أبدأ من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أننا أسوق وأروج لأعمال الفنية على المستوى العربي على المستوى الدولي. في كثير من الفنانين التشكيلين أيضا برضو خرجوا من اليمن وبدأوا ينطلقوا بشكل أكبر، وبرضو كمان بيمدوا يدهم أو بيمدوا يد العون للفنانين المتواجدين في اليمن من خلال إشراكهم في المعارض التشكيلية خارج اليمن. طبعا يردفان الكثير من الفنون التشكيلية واللوحات التي نراها قد تستلهم من الحروب والصراعات والنزاعات، هل نقدر نقول أنه الحرب ألهمتك أنك تخرج بلوحة فنية أو بلوحة جميلة تشكيلية؟ بالتأكيد. طبعا أنا في عندي ثلاث لوحات تعتبر بالنسبة لي أهم ثلاث لوحات رسمتهم عن الحرب في اليمن. هم أربع، لكن في لوحة طبعا من كثر المأساة اللي فيها أخفيتها تماما حتى ما عرضتهاش في أي معارض، لكن بتكلم عن ثلاث لوحات. أول لوحة طبعا رسمتها كانت في عام 2015، هذه بدأت في رسمها تقريبا مع تزامن الحرب نفسه، يعني أول مدى الحرب وأنا بين رسمها، وظليت يعني أشتغل فيها لغاية 2016، مش هقول بشكل دائم وإنما بشكل متقطع، يعني برسم فترة وبعد كذا يعني بنشغل لأنه عندي منتدى وعندي أشياء كثيرة، فبالتالي كان بيتقطع الأمر. فهذه اللوحة طبعا اسمها اليمن السعيد، لوحة بتناول برضو كمان عن الحرب. اللوحة طبعا برضو فزت فيها في جائزتين، جائزة في 2016 كانت أفضل فنان تشكيلي عربي، وجائزة برضو كمان أخرى في اليمن. كذلك شاركت فيها في متحف في بناء لبكين الدولي السابع، واقتناها متحف الفن الوطني الصيني. هذه كانت تعتبر من أهم اللوحات اللي اشتغلتها عن الحرب في اليمن. طبعا أنا بشكل عام بتناول دائما قضايا الحرب من جانب إنساني وليس من جانب سياسي، يعني الحال الإنساني اللي وصلنا لها مثلا بسبب الحرب حاولت أن أتناولها. في عام 2018 بعد ما انتقلت هنا إلى مصر رسمت لوحتين، لوحة هي الآن موجودة أمامكم، هذه اللوحة برضو، وفي لوحة طبعا هذه اللي تقصدها، هذه اللوحة متابعين الكرام اللي يقصدها ردفان استلهمتها من الحرب، استلهمتها بالفعل من الحرب. وفي لوحة أخرى طبعا في الغالب أنا مش من محبي أن أنا أشرح اللوحة كثير لأسباب بسيطة جدا، في أعمال فنية غالبا المتلقي هو اللي بيشاهدها، هو اللي قادر برضو بيطرح لها فكرة معينة، قد تكون فكرته فعلا أعمق من الفكرة اللي بيطرحها الفنان، وهذا بالفعل حاصل. أنا مثلا رسمت لوحات وكان لي فكرة معينة حول هذه اللوحة، لكن في الغالب ما بطرحهاش طبعا للمجتمع، بنتظر المجتمع هو حيتكلم عنها بشكل إيش. كلوحة فنية رسمتها أنا في قرارة نفسي إنه اللوحة تتكلم عن السلام الداخلي، عن إنسان يعيش مع حياته مع المجتمع مع الطبيعة، أو عفوا العودة إلى الطبيعة بعيدا عن صخب المدينة، بعيدا عن أشياء كثيرة جدا. ففي ناس طبعا عبروا عنها بأنه الطفل ينام في العراء، فهنا كان النقيض يعني اللي هي ومع ذلك طبعا أنا دردشت متابعين الكرام مع ردفان قبل ما نبدأ الحوار قبل ما نبدأ المقابلة، فشرح لي أكثر عن بعض اللوحات اللي هي موجودة هنا. لما سألتك عن اللوحة اللي استلهمتها من الحرب، أنت قصدت هذه اللوحة اللي أشرت لنا عليها، هذا عن الحرب بالضبط. بقية تفاصيل اللوحة احنا حنقوم مع بعض وحتشرحها لنا، لأن قلت أنت من النوع اللي ما يحبش يشرح كثير عن رسوماته. أكيد أكيد. أظن أنه الفنان إذا ما شرح عن الرسم اللي هو موجود العمل اللي هو عمله، أنت حتجيبه بنظرتك بس المشاهد حيجيبه بنظرته. يا سلام بالضبط. فوصل رسالتك من طريقة شرحك. لو سعيد بس تكلمني عن اللوحة اللي هي أوكي. بالنسبة لهذه اللوحة طبعا أنا بتكلم من خلال وجهة نظري، هو الطفل على وشك أن ينتهي بين الدمار وكل حاجة، هو منتظر أيضا لفرصة سلام، فرصة تصالح ما بين الأحزاب المتصارعة ما بين الدول المتصارعة، عشان يستطيع أنه يكمل حياته ويعيش، يعني طفل ينام أو يحلم بالمدينة الآمنة. طبعا فرسمت المدينة اللي هي من خلال بيت شجرة طريق في عيونه موجودة، يعني فحتلاقي أنه التفاصيل أو المدينة اللي بنتكلم عنها أو القرية أو المنزل موجود في عيونه. فهو طبعا بيشاهد طبعا الشاشات الإعلام، ويعني أنا طبعا برضو تكلمت بأنه الإعلام الموجه من خلال الأساسة هو اللي بيتحكموا فيه، يعني صحيح فما نقدرش ان احنا برضه كمان هو يعني كنوع من الحزن بالضبط. طيب من اول معرض شاركت فيه لحد الان، تقدر تقول لي ايش اللي شكل او تشكل فارق بفن ردفان؟ طبعا هو من المهم جدا المشاركات في المعارض، سواء كانت معرض محليه او عربيه، تلاقح الافكار، نضوج التجارب الفنيه لدى الفنانين من خلال مشاهده كثير من الأساليب، كثير من التجارب الفنية عند الفنانين الآخرين.
فبالتالي طبعا من خلال مشاركتي لكثير من المعارض التشكيليه بتبدا الحياه اللونيه عندي انا تنضج بشكل اكبر. دائما ما تكون البدايات الوان بدائيه او الوان قاتمه، او ممكن تكون الوان برضو فيها تاثير من الاستاذ، فيبقى مثلا الطالب نسخه من استاذه، الا انه بعد ما يبدا يشوف ويشارك في معارض كثيره هنا تختلف الاساليب بطريقه كويسه. ليش؟ لانه يتشبع الطالب ويتشبع الفنان في بدايه او في مراحل في بداياته بكثير من الالوان الفنيه لكثير من الفنانين، فبعد فتره وجيزه او بعد فتره معينه تبدا تظهر الوان خاصه بهذا الفنان. انا حصل عندي نفس التجربه هذه، ما بدات الوان تظهر خاصه برتفان الا بعد فتره من مشاركاتي في معارض تشكيليه في اليمن وكذلك خارج اليمن. طيب الوانك الخاصه هذه انت اكتشفتها ايش تكون؟ هو ما اقدرش اقول انها الوان خاصه بمعنى انه فيها سر ولا حاجه، بس انا اتكلم انه احيانا ضربات الريشه، حركه الفرشاه، لمساتك، لمسات اللي معينه خاصه لردفان. نعم. يعني ممكن تكون هذه الاشياء هي بتظهر بشكل تلقائي في الفنان، ما بيقدرش حتى الفنان بيترجمها. يعني اقصد انه ما بقدرش اقول مثلا انه انا بستخدم لون كذا بينما الفنان الاخر بيستخدم لون كذا، لا، او انه انا مثلا في عندي الوان وخلطات سريه ما فيش، لكن بس فقط التجربه او الاداء نفسه في اللوحه نفسها بتعطي شخصيه الفنان داخل اللوحه، ممكن حتى انا مشاهدها شوينا. المتلقي والمتابع لكثير من الاعمال الفنيه للفنانين هو اللي بيقدر يحدد يقول انه فعلا هذه اللوحه بتخص هذا الفنان، حتى لو كان ما فيش توقيع حيعرف انه هذه مثلا لوحه ردفان، حيعرف انه هذه اللوحه لوحه مثلا صديق الفنان زكي اليافعي، حيعرف انه مثلا هذه اللوحه لوحه الفنان محمد اليمني، حيعرف انه هذه اللوحه لوحه هاشم علي. يعني لكل فنان لمسته الخاصه في رسم اللوحه. بالفعل بالضبط. او للفن التشكيلي. طيب يا ردفان، اللوحات اللي احنا شايفينها هنا مستوحاه ام نوحي الخيال؟ مستوحاه ام تمثل او تترجم حاجه على ارض الواقع؟ طبعا انا بشكل عام بشتغل واقعي، ودائما المدرسه الواقعيه بتاخذ من الواقع اشياء موجوده في الواقع طبيعي جدا، لكن في بعض اللوحات ممكن ابدا اضيف عليها مثلا فكره معينه تخرج من اطار اللوحه الواقعيه الى مدرسه سرياليه او الى رمزيه او الى تشخيصيه. فهنا طبعا كل شيء موجود من الواقع ولكن بيصاغ بطريقه مختلفه. فانا طبعا بنقل من صور، بنقل من مشاهد حيه، الا انه طبعا بضيف افكار معينه من خيالي بحيث انه تكمل عمليه اللوحه وتصبح لوحه لها دلالات ولها فكره مختلفه. ردفان، اللوحات الجميله هذه اللي احنا شايفينها كم تستغرق وقتها عشان تخرج بها؟ انا طبعا من الاشخاص اللي بيحب دائما التفاصيل الكثيره في اللوحه، ففي اعمال طبعا بتاخذ مني، انا بتكلم طبعا كحسبه تقديريه لانه انا في الغالب برضو باخذ وقت في اللوحات، واحيانا لانه منشغل في اشياء كثيره فبالتالي برسم احيانا ما بين فتره وفتره، لكن في لوحه بتاخذ مني مثلا شهر متكامل، لوحه تاخذ مني 3 اشهر، لوحه تاخذ مني 4 اشهر. وطبعا اللوحه اللي بتاخذ مني 3 اشهر ممكن اخلصها في سنه بفترات متقطعة. يعني على حسب المزاج نقدر نقول؟ على حسب المزاج، حسب الفراغ، لأنه أنا طبعاً برضو بدرس وتدريس بيأخذ مني كمان وقت طويل وساعات طويلة، فبالتالي تدرس إيش؟ أنا بدرس رسم طبعاً أونلاين، فهذا برضو بيأخذ مني وقت طويل جداً، غير أنه برضو يعني لأن أنا مثلاً بدير المنتدى وبتابع نشاط المنتدى وبتابع مشاريع المنتدى، فبالتالي برضو هذا كمان بيأخذ مني مجهود، فأنا ما عنديش الوقت الكافي. بعكس يمكن لما كنت أرسم في عام 2008 أنا متفرغ تماماً للرسم، يعني كانت اللوحة تأخذ مني بالكثير 18 يوم. فالآن الوضع اختلف. في أعمال خصوصاً إذا كان فيها فكرة فهي تأخذ مني وقت طويل، لأنه غالباً الأفكار ما بتتوارثش بنفس اللحظة. مثلاً أنا بشتغل عمل، في عندي أعمال اشتغلتها بدأت فيها كلوحة عادية واقعية، بعدين جت فكرة أثناء الشغل، هنا اضطريت أن أنا إيش؟ اخذ وقت اطول في اللوحه عشان اسقط الفكره اللي جميل. وصلتني. جميل يا ردفان، بما انك ذكرت انه انت تدرس الفن التشكيلي اونلاين، هل التدريس هذا اضاف لك شيء الى فنك التشكيلي، الى ذاتك انت، الى فنك انت؟ في التدريس طبعا في ميزات كثيره وفي عيوب كثيره جدا. الميزه ان احنا بنخلق عدد كبير من الفنانين التشكيليين متواجدين. الحياه لابد ان تستمر ولابد ان يكون هناك عدد كبير من الفنانين التشكيليين في اليمن، خصوصا بعض الفنانين اللي قد هاجروا، فلابد ما يكون في على الاقل عدد اخر او عدد جديد من الفنانين متواجدين في اليمن عشان تظل الحياه التشكيليه موجوده في اليمن حيه وحاضره وفي معارض وفي اشياء كثيره. هذا جانب انا بعتبره رساله ساميه ومهمه جدا، لكن على الصعيد الشخصي فهي بتقلل من الانتاج الفني. انا الان مثلا كنت زمان برسم مثلا في السنه بقدر انتج 30 40 لوحه، لكن الان ممكن انتج في السنه لوحتين 3 لوحات.
فهنا السلبية بالنسبة لي أنا. بس على الأقل تظل فكرة أنه أنا أنشئ مجموعة من الفنانين التشكيليين، هذا بالنسبة لي حاجة يعني بفتخر فيها وبسعد فيها، خصوصا لما بشوف الفنانين أو الطلاب اللي بيدرسوا عندي مستوياتها متقدمة وشاركوا في معارض ولهم جوائز ولهم أشياء زي كذا. الحوار ممتع ورائع جدا معك يا ردفان، وخلينا الآن ننتقل نتعرف أكثر عن الجوائز اللي أنت أخذتها وحصلت عليها، لكن بعد هذا الفاصل. عدنا لكم ولكن متابعينا الكرام، هذه المرة من أمام هذه الجوائز العديدة التي حاز عليها ردفان المحمدي. ردفان، يعني أنا ما شاء الله شايفة عندك شهادات تقدير وجوائز كثيرة في هذا المكان أو في هذه الزاوية. لو تحكي لنا عن، خليني أنا أختار مثلا هذه الجائزة، جائزة شكر وتقدير، أخذتها من وين وليش؟ طبعا هذا هو في جائزة رؤى عربية، هذا طبعا بصفتي كمشارك، بينما هذا الدرع على اعتبار انه انا فائز في الجائزه مع بعض. نعم، هذا الدرع مشاركه فقط، بينما هذا هو درع الفوز يعني. فحتى برضه كان فكرته يعني حزينه شويه، بتتكلم عن فنان تشكيلي قاعد وعنده الباليت وعنده الفرش وعنده فحزين شويه. حزين شويه. طب ندور جائزه فرحانه هنا نشوف هذا المتخبي. هذه برضو كمان ضمن معارض أقيمت برضو كمان، ومعرض رواع عربية، لأنه أنا شاركت معهم في أكثر من معرض، لكن الجائزة اللي حصلت عليها كانت في 2019 برضو تابع لهم. نعم، أنا شاركت معهم. أنا خرجي من هنا وروح. شاركت معهم في 3 معارض بشكل عام. طبعا أنا هنا في مصر يعني من عام 2016 وتقريبا لحد الآن أخذت 4 جوائز من مصر، وجائزة كانت للفنانين العرب من لندن، هذه كانت أول جائزة دولية في 2016. لكن هنا طبعا كانت ثاني جائزة، هي جائزة الشباب العربي، المركز الثاني في التصوير الزيتي، وبعد كذا أخذت المركز الأول في ملتقى المبدعين الدولي 9، وبعد كذا أخذت جائزة الشمري المركز الخامس، كان أيضا في 2019، كانت بعد جائزة رواع عربية. أما هذا الدرع فهو الخاص بجائزة أفضل فنان تشكيل عربي، كان في مسابقة أقيمت في لندن للفنانين العرب. جميل. ردفان، إيش أقرب جائزة لك أنت من بين الجوائز هذه كلها؟ والله بالنسبة لي كل جائزة برضه كمان لها تعتبر قريبة على قلبي. الإنسان لما بيحوز جوائز في أي يكون، أحب جائزة ممكن أقدر أقول إن هذه طبعاً اللي هي جائزة أفضل فنان، كانت أقرب أو أعطتني صدى واسع جداً، وكانت أول جائزة عربية طبعاً أخذها، بعكس يمكن الجوائز الثانية لما أجت كانت خلاص أنا قد تعودت على جائزة عربي، فبالنسبة لي الموضوع عادي. بس بالتأكيد طبعا أهم جائزة بالنسبة لي هي جائزة بنال الشباب العربي، لأنه طبعا تحت رعاية فخامة عبد الفتاح السيسي ووزارة الشباب والرياضة، فبالتالي هذا طبعا بالنسبة لي بتشكل أنها جاية من مركز حكومي، فبالنسبة لي بتكون مهمة أكثر. إذن متابعينا الكرام، ما زلنا مستمرين معكم في هذا البرنامج، ننتقل إلى الفقرة الأخرى لكن بعد هذا الفاصل. نحن في مرسمك المتواضع وأيضا في مملكتك الخاصة يا ردفان، حابة أنك تشرح لنا عن تفاصيل اللوحة اللي هي موجودة عندنا في هذا المرسم. أبدأ بأي لوحة أنت حابة بعد يعني. خلاص، بما نحن واقفين في المكان هذا فحنا نتكلم عن اللوحة هذه. طبعا هو في لوحات المفترض أنها تكون موجودة عندي الآن، لكن أنا مشارك فيها في معرض، فبالتالي المتواجدات عندي الآن قليل، لكن حنبدأ بالموجود. هذه لوحة أنا سميتها ابن الأرض، لوحة رسمتها في عام 2019 طبعا في خامتين ألوان زيتية وأكريليك، فأنا في الغالب طبعا بستخدم هذول الخامتين وبلعب فيهم حسب كل منطقة. مثلا في السماء بحب دائما أرسم بالألوان الزيتية، وفي الحجار بحب أرسم بالألوان الأكريليك. العمل الفني هذا طبعا بيتكلم عن من وجهة نظري طبعا وليس من وجهة نظر القارئ، بيتكلم عن
حكاية السلام الداخلي لما يكون الواحد متعايش مع الطبيعة ومع الحياة بطبيعتها بدون التعقيدات الجديدة وبدون أي حاجة، فهنا الطفل ينام طبعا في الطبيعة بدون أي ظهور لأي شيء حديث، فعايش في حالة سلام داخلي. إذا ننتقل إلى اللوحة هذه. طبعاً اللوحة هذه أنا في عندي سؤال كذا، أشوف في أغلب اللوحات بعض الرسامين لما يرسموا كذا أحس يشخبطوا على اللوحة، يعملوا أشكال مش مفهومة أو خطوط مش واضحة. هذه اللوحة فيها هذا الجزء اللي هي هذه الخطوط اللي هي مش مفهومة، على إيش تدل أو إيش تعبر؟ هو في أعمال طبعاً ما فيش لها نقول مثلاً فكرة، وإنما هي جماليات لونية. المدارس الفنية طبعاً كثيرة، في المدرسة الواقعية والمدرسة التأثيرية والمدرسة السريالية والمدرسة التشخيصية، ومدارس كثيرة جداً. كثير من الفنانين طبعاً بيحاولوا أنهم ينوعوا في أساليبهم، لكن أنا طبعاً بشتغل واقعي وبشتغل أيضاً من ضمن المدرسة التأثيرية. المدرسة التأثيرية ما تعتمد بشكل أساسي على الدقة في التفاصيل بقدر ما تعتمد على الضربات اللونية اللي ممكن تعطي الشكل العام للصورة أو اللوحة اللي هنرسمها بدون الدخول في تفاصيل كثيرة. فهذه تعتبر داخلة ضمن المدرسة التأثيرية مع قليل من التجريدية، باعتبار أنه هنا ما فيش تفاصيل واضحة، أنها مجرد ضربات لونية. هذه مدرسة لها روادها ولها محبيها ولها معجبيها، فأنا بحاول أن أنا أنوع ما بين المدارس. طيب الضربات اللونية هذه في اللوحة فين تلاقي أنها مطلوبة بشكل أكثر؟ مثلاً في أوروبا حتلاقي أنه كثير طبعاً بيميلوا للتجريد وبيميلوا أيضاً للمدرسة هذه. في دول الخليج برضو كمان بتلاقي أنهم بيميلوا للمدارس هذه. عندنا في اليمن على اعتبار برضو أحياناً نقول المدرسة التشكيلية في اليمن عمرها 70 سنة، فهنا الناس مش متعودين دائماً على المدارس الجديدة، وإنما بيحبوا دائماً العمل الواقعي العمل الواضح. بس مش معنى هذا انه طبعا كل اللي موجودين في اليمن بيتعاملوا مع هذا المبدا، لا. مثلا في تقريبا 30% من المجتمع اليمني متعطش لهذا الفن والفن التجريدي ايضا. جميل. هذه الضربات اللونيه يدرسوها دراسه ولا عادة اي رسام ممكن يضرب اللوحه بالطريقه اللي هو يشتيها؟ لها دراسه معينه وتفاصيل معينه؟ لا، في بالتاكيد لها دراسه. مساله برضو كمان يسموها التناغم اللوني والتضاد اللوني، الانسجام، التكوين. برضو مثلا هذا العمل مثلا او هذه الضربات مش هعملها في المكان هذا، انا هعملها هنا لانه هذا سنتر اللوحه، فبالتالي انا لازم اركز بشكل اساسي على مركز اللوحه واشتغل فيه بشكل اكبر، بينما الاطراف بحاول ان انا اخفف من حده اللون، عشان في عندنا حاجه اسمها قواعد التكوين، القريب والبعيد والابعاد، الاهم والمهم والغير مهم، فهذه الاشياء كلها احنا بنحاول نعالجها في العمل الفني. طبعا هذه المفاهيم معروفة عند الرسامين اللي هم حابين يتعلموا رسم رسام تبع الكرام. ننتقل للوحة هذه اللي وراك. هذه اللوحة طبعا لسه ما خلصتهاش. من صورة يعني انت شفتها ولا من وحي خيالك؟ لا هي بالتأكيد من صورة، لكن طبعا حتختلف برضو كمان العمل بعد ما خلصه. حتختلف حتى المشاهد او حيختلف، لانه في النهاية دائما برسم العمل، فبعدين بتيتي مثلا مجموعة افكار فممكن اسقطها على العمل الفني. لوحة جدا رائعة يا ردفان، رسوماتك جدا جميلة، إن شاء الله بإذن الله بالمستقبل القريب يكون لك معرضك الخاص وتعرض فيه جميع أعمالك وجميع رسوماتك. هنا نجد أن خلف كل شخص قصة مرسومة بتفاصيل الجد والكفاح، زينها بعزيمته وقوته، ولونها بريشة الأمل والحياة، وجعل صوب عينيه هدف وحي يسعى لتحقيقه. متابعينا الكرام، ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج حكايات يمنية في أمان الله.